الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ووفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، الله يبارك فيك. كنت عايزة أسأل حضرتك على سؤال. اتفضلي. المفروض إن أنا متزوجة من 8 سنين. اللهم بارك. الحمد لله، ربنا رزقني بأولاد وبنات الحمد لله. اللهم لك الحمد. والمفروض إن أنا والدي كان بقاله حوالي 20 سنة سايب البيت عند اللي إحنا كنا قاعدين فيه يعني، وتزوج وعاش حياته، ما كانش بيقدر يصرف علينا. وما رفعنا قضية نفقة، خدنا أنا وأمي واثنين كمان إخوات 300 جنيه يعني وقتها. المهم أبوك لم يكن ينفق عليك، وخالي كان هو اللي متكفل بينا وبرعايتنا. وبعد ذلك يعني أبوك لم يكن ينفق عليك، طلق أمك ولا لم يطلقها؟ والله سابها معلقة حوالي 15 سنة، وفي الآخر لما ربنا رزقني أنا بزوجي دلوقتي، زوجي هو اللي دفع الفلوس المحامي وخلاها تتطلق عشان تعرف تاخد معاش أبوها وأمها. طيب، والسؤال ما السؤال الآن؟ أنا دلوقتي أنا كنت بروح لوالدي كل فترة، كان بيكرشنا من هناك، ما كانش بيحب إن إحنا نروح له هناك يعني. وبعد تزوج بأخرى؟ وكان عايش مع أولاده الحمد لله. وبعد عشان الحدوتة الطويلة مش هتنفع معنا، بس باختصري الله يكرمك. أنا دلوقتي لما رحت له آخر مرة ما عرفت إن هو كان مريض، ورحت حاولت إن أنا أزوره وأكلمه وكده، قال لي على فكرة أنت زواجك باطل عشان أنا ما كنتش موجود في الزواج. لا، زواجك مش باطل. لا زواجك ليس بباطل، هو متغيب عن الإنفاق كأنه غير موجود، والسلطان ولي من لا ولي له. ما هو دليله يعني، هو كل ما اجي اصلا خلاص الزواج صحيح بالتوصيف الذي ذكرتيه، هو نزعت منه الولاية لأنه لا ينفق. الله يبارك فيك، دي واحدة. هو دلوقتي بيقول لي انت ما جيتيلي علشان نزعت منه الولاية لأنه لا ينفق خمس زمنا طويلا. ما هو لما جينا اتكلمنا في موضوع الانفاق قال لي انا الزواج صحيح، انا حكمت المحكمة. يا اخت اسمع كلام، الزواج صحيح، لا داعي للكلام الكثير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. فيك تفضل. انا يعني في مشكلة، انا والله اعلم انا شايفها كبيرة، تمام، انا شايفها كبيرة وعظيمة كمان. مش عايز اطول على حضرتك، باختصار انا سوري، تمام، وبالمناسبة عايش في مصر من 10 سنين. المهم، فحضرتك تعرف ان يعني مش عارف عندك المعلومة او لا، بس سوريا فيها متصوفة كتير، تمام، فيها صوفيين كتير جدا. وانا للأسف عيلتي، أسرتي وعيلتي من طرف ابي ومن طرف امي كلها يعني مثلا الاصهرة، فيه اصهرة صوفيين، جوز خالتي مثلا او كده، والعلماء اللي علماء مساجد الشام يعني، تمام. اعرف ما السؤال اختصارا، بس للاسف الفكر الصوفي واكلنا اكل حرفيا. والسؤال حاسس بالغربه. والسؤال تفضل، ما السؤال الذي تريد ان تسال عنه؟ السؤال بس ان اجد صعوبه شديده في اقناعهم، او ان انا يعني اقول لهم ان هم مش على صواب. مثلا موضوع
ما زال السؤال قائما، ما سؤالك؟ سؤالي، طيب سؤالي كيف أقنعهم وكيف يعني تعلم دينك أولا، تعلم دينك أولا. تمام، تعلم دينك. بالمناسبة أدرس في الأزهر الحمد لله. وإذا ينظر، اصبر عليه بس، تفضل تفضل. إلى أي مدى وصل تصوفهم؟ هل يدعون غير الله؟ لا لا الحمد لله لا. طيب خلاص، تعلم السنة وألزمهم بكلام رسول الله. السلام عليكم. مرحبا بك يا أبا أحمد وأهلا وسهلا، وفقك الله، بارك الله فيك يا أم فهمي، جزاك الله خير يا أخي الرحاب المصري. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عاوز أسأل حضرتك أسئلة كده في الاستخارة. تفضل. الاستخارة الأول ولا الاستشارة؟ كلاهما معا، ما في أي مشكلة، هذه قبل تلك، هذه قبل تلك، كل جائز. طيب يا شيخ، لو واحد مثلا استقر في أمرين شغلانتين يعني، ولسه في مش عارف أقعد أستخير تاني أكتر من مرة ولا ما في أي مشكلة في تكرير الاستخارة، لأن الاستخارة دعاء، والدعاء يستحب الإلحاح فيه ويستحب الإكثار منه. يعني استخير كذا مرة، أصلي كذا مرة. لا مانع. السلام عليكم. بارك الله فيك يا رمضان وأنت يا أخي المستشار، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يخليك. ما في عمرك، بارك الله، تفضل. أنا كان لي طلب عند حضرتك من ابني يعني. تفضل. أنا متزوج زوجة وإن شاء الله زوجة صالحة، وهي الصراحة مش مرتبة. طيب. وأنا نفسي تبقى منتقبة وهي تسمع كلامك، يعني الحمد لله تحب كلام حضرتك، فنفسي نفسي تدعي لها ونفسي تقول لها كلمة يعني وجهي. الله يثبتنا وإياك وإياها، ولزمنا وإياك أفضل الهدي وأكمل الهدي. أبلغها السلام وقولي وقل لها أسوتك أمهات المؤمنين، أسوتك أمهات المؤمنين. وقد قال الله سبحانه لهن وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا أخفى عليك أن الله قال في شأن أهل الإيمان الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإن سلم وقيل أن تغطية الوجه مستحبة فأنصحك أن تكوني حتى مع فعل هذا المستحب. عائشة تقول لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، وأسماء تقول كنا إذا حازين الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. والحياء مطلب، بارك الله فيك، فلا تجعلي وجهك كلأ مباحا ينظر إليه جميع الرجال فساقهم وصالحوهم. فحافظي على نفسك وعلى إيمانك وعلى دينك، احفظي على زوجك غيرته، زوجك غيور جزاه الله خيرا، فلا تجعلي هان في الناس والكل ينظر إلى وجهك ويعرفونك. أنصحك بأن تسلكي سبيل الصالحات، سبيل أمهات المؤمنين، بارك الله فيك. آمين يا رب، ولك بمثل الشيخ مصطفى الجوهري إبراهيم يحيى، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. ماذا تفعل؟ ها؟ الحاجة طبعا ما نكتشفت أنا جوزها خاطر عندما جابت للوالد يجدد لها. نعم نعم عفوا، ماذا تقولين؟ أقول يا شيخ ماذا تفعل من اكتشفت أن زواجها فاسد وعندما ذهبت للوالد ليجدد لها عقد الزواج رفض لأنه غير مقتنع؟ ولما قالت أن زواجها فاسد؟ لأن الوالد وقت العقد كان شبابا للدين ولا يصلي، كان جاهدا للصلاة، ما يصلي أبدا، ما يصلي أبدا حتى الجمعة ما يصليها، وكان شباب للدين. طيب ورافض الآن؟ والآن هو تائب يعني، الآن بطل في الدين بس رافض إنه يجدد عقد الزواج عشان هو مش مقتنع إن ده غلط.
خلاص ليكي اخ؟ لي اخ، رحت لاخويا يعني قلت ما دام رافض اخويا خايف منك عشان انت رافض برضه انه يجدد لك. لا مش لازم يجدد لك علنا، يجدد لك سرا. ماشي. ما هو خايف منه يطول الكلام فعشان كده قال لي لا انا ماليش دعوه بيك، قال لي كده انا ما حاولت نسمعها وما رضيش. رحت لعمي، عمي نفس الموضوع قال لي انا مش مقتنع بالكلام ديته. هم منازعينك انت تحكمين عليه بالكفر وهم يقولون هو ليس بكافر. هم شايفين ان لا هو سب الدين ومش قصده اكيد انه يسب الدين ده. لا يعني هل انت بس صبرا يا بنتي، هل انت حكمت عليه يقينا انه كان كافرا ساعتها؟ ايوه في الوقت ده ابويا كان على طول يسب الدين على طول. لا يعني عفوا يا اختي صبرا علي، انت مقره او تعتقدين تمام الاعتقاد انه كان كافرا؟ نعم يا شيخ. أيوة. طيب ما كان يقول لا إله إلا الله أبدا ولا أي شيء من هذا؟ العجيب مش عارف يا شيخ، بس إن أنا كنت نشوفي إن هو كان بأبسط حاجة يسب على الدين، أبسط حاجة وما يسبش مرة على الحاجة البسيطة كتير روي. أنت مع أدل المسألة، أنت مع قاد المسألة، مش المأذون زوجك خلاص؟ ما هو انا قصدي في الوقت ده كان كده هو، لكن دلوقتي هو تعب ولما رحت له راح قال لي قال ما اقتنعت بالكلام ديتي وما رضيش. كرر عليه الكلام وكرر على اخوانك الكلام اذا كنت تعتقدين كفرا. السلام عليكم. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. كان في مساله عايز بس عنها في الصلاة. نعم في الصلاة. صلاة. اسأل تفضل. في حالة السجود انا مثلا كنت بدعو وانا بصلي فانا قايل ان السجود بالتحيات او التشهد الاوسط ممكن اكون بكمل الدعاء لحد ما اقعد مثلا بتاع زي ما كان. لا عفوا، انت تدعو في السجود؟ نعم. وبعدين تقوم من السجود تكمل الدعاء وانت قائم؟ وانا قائم مثلا التشهد الاخر او التحيات. يعني تكمل الدعاء اثناء قيامك؟ لا ما يعني ممكن مثلا عشان الامام خلص لما اكمل الدعاء او انا ممكن اقولها كده عادي ولا اكمل الدعاء وانا قائم. مش فاهم والله. يعني انت تدعو في السجود وبعدين الامام يقوم وانت تكمل الدعاء وانت ساجد او تكمله وانت واقف؟ لا وانا قائم من وانت قائم من السجود خلاص تنهي الدعاء وتكبر للصعود. نعم. شكرا. بارك الله فيك يا ام مريم. بارك الله فيك يا دكتور عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال حضرتك اسماء؟ اتفضل. النبي عليه الصلاه والسلام قال هلك المتنطعون ثلاثه. صح. فهل كل حد يخالف في 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 دينه متنطع؟ لا لا لا، كل واحد ايه يعني مثلا اللي بيغالي في الدين او المغالون في الدين. طبعا المغالون في الدين يدخلون في المتنطعين. المتنطع مثلا يا اخي ان الله امركم ان تذبحوا بقر، اي بقر، ادعو لنا ربك وبين لنا ما هي، يعني مش مطالبين يا شيخ ان احنا لا تغالي في الدين. هلك المتنطعون. ممكن سؤال حضرتك تاني؟ اتفضل يا حبيبي. ابن تيمية هل انحرف؟ والله انا ما اعرف انه انحرف. انحرف في ماذا؟ بنسمع ان بيقول لك ان هو كفر اهل مصر. كفر اهل مصر؟ قريت كده. لا والله ما اعرف كده ابدا، ما اعرف كده انه كفر اهل مصر. ليه كفر اهل مصر؟ عمل ايه اهل مصر؟ أهل مصر كأهل الشام منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. طب كل الآراء تؤخذ بها يا شيخ مصر؟ لا مش كل الآراء تؤخذ، ما فيش واحد كل الآراء تؤخذ به. ابن تيمية عالم من علماء المسلمين، يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم كأي عالم من علماء المسلمين. تمام ربنا ينفعنا بعلمك. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازي حضرتك بالظبط الشيخ؟ الحمد لله بخير. كان عندي سؤال لحضرتك خاص بمعاملات تجاريه. اسال.
كنت معايا مبلغ من المال لأحد أصدقائي بيمارس التجارة. نعم، مبلغ من المال معك وبعد؟ أعطيته لواحد صديق بيشغله معايا يعني على أساس يعني يديني من يعني من أرباح وكذا. وبعد؟ أثناء يعني اكتشفت بالآخر إن بيقول لي إن مش يعني ما كسبش، فقلت وعايزك تقعد معايا تشوف ازاي انا حسبتها يعني. فلما جلست معاه وشفته ازاي شغال وكده اكتشفت ان هو شغله كده مهمل، ان هو اهمل في الشغل وكده، وان مطلع مصاريف كتير. و النهايه في النهايه قال لي انا بطلع هعطي للناس اللي هي مدياني فلوس على شكل تمويل، بديهم فلوس مرضيه، بس هو اللي اكتشفت انه مطلعها من خساره. فهل ما قضيه تسمع عن قرب وتدرس عن قرب، لكن ان كان مهمل يتحمل نتيجه اهماله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ليه سؤالين عند حضرتك؟ لا اسال الله يحفظك. بالنسبه هل يجوز صلاه الغائب منفردا؟ يعني يكون الميت في بلد ثانيه مثلا، زي الحادثه اللي حصلت لشباب سانت ماي ديت. اي حادثه؟ عافانا الله اياك. يعني اي المراد يعني اي شباب بس. اسمع الحادثه لعلنا ندعو لهم دعوه او نعرف ما مصير المسلمين بس. انما ما فيش صلاه غائب يعني في منفرد. لا ما قلت ذلك. دي مساله خلافيه. جوز بعض اهل العلم الصلاه على الغائب مطلقا كالشافعيه. منفردا ممكن. على العموم قولهم عام. طيب ماشي. طب بالنسبه للاحاديث الصحيحه في فضل عياده المريض وصيام التطوع او النافله. لا ما هو في احاديث صحيحات واحاديث ضعيفه، فانت تسالني عن حاجه معينه يعني. يعني من عاد مريضا فغرفه الجنه اي ثمرها وجناها. طب اللي هو حديث من عاد مريضا بات يستغفر له 70,000. لا كل 70,000 ملك دي اغلبها ضعيف. كل اكثر الاحاديث اللي فيها 70,000 ملك ضعيف. طب وفي صيام التطوع مولانا يعني اشهر الاحاديث الصحيحه في ايه؟ يعني مثلا بعاد الله وجهه النار 70 خريفا برضه. لا ده ثابت. حتى يعني يقصد الصيام العام ولا في الصيام في الجهاد مثلا؟ من صام يوما في سبيل الله، هل الصوم نفسه في سبيل الله أو يصوم هو مجاهد؟ يصوم هو مجاهد، لكن لهذا فقه أيضا. إذا لم يكن الصوم يعوقه عن ملاحقة الأعداء، أما إذا كان الصوم سيعوقه عن ملاحقة الأعداء، يعني إذا كان الصوم لن يعوقه عن مكابدة الأعداء يصوم، لكن لو كان الصوم سيؤثر. الاثنين والخميس العادي يعني. اصبر علي يا اخي كمل المساله. ماشي. اذا كان الصوم سيعوقه عن ملاحقه الاعداء والضرب، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه ذات مره: انكم مصبحوا العدو غدا والفطر اقوى لكم. فامرهم بالفطر. تمام. على حسب حال الشخص. تفضل سؤالك. الصيام اللي هو الاثنين والخميس اللي هو النافله، هل دي يدخل في الحديث اللي هو في سبيل الله ولا؟ ما على حسب الكلام. اذا كنت فهمت قلت لك ان كلمه في سبيل الله من العلماء من يحملها على انه صام اثناء الجهاد، ومنهم من يقول في سبيل الله الصوم نفسه يكون في سبيل الله، والاول اقوى لكن له فقه. تمام. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا حمود ابن يحيى. ماشي يا حمود. السلام عليكم. السلام عليكم. ما مدى صحة هذا الدعاء؟ اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. هل هذا التفرق المعصوم، هل يدعى بأن يكون التفرق معصوم، أو أن بني آدم كلهم
خطاء كما قال النبي عليه السلام: الذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وكما قال النبي عليه السلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزنها النظر. فهل يكون التفرق معصوما؟ فإذا حملنا العصمة على العصمة من الشرك من الكبائر، جرد لما عصمة من الكبائر والصغائر، فكما سمعتم الحديث والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد اذنك كنت عاوز اسال على حاجه يا شيخ. تفضل. دلوقتي طبعا الدوله المصريه عامله ايه؟ عماير سكنيه، يعني محطات سكنيه. ايوه معروفه القصه. ان استطعت ان تبتعد ابتعد. السلام عليكم. وسدد الله خطاك يا دكتورة ليلى. عليكم السلام. أحمد عصفور ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. دلوقتي عندنا في الشغل في نظام زي نعم ابن كده. نعم عندنا في عندنا مش عندنا عندنا صح عندنا نعم. في الشغل اللي أنا فيه حاجة زي مكافأة خدمة كده، بياخدوا كل شهر من المرتب 5% وبيحطوا عليه 5%. ده صندوق الزمالة أو غيره؟ بس بتسترد المبلغ في أي وقت أنت عايز. يعني إذا استرددت المبلغ، شوف يا شيخ، هل الشركة تعطيكم مبلغا أو تعطي مبلغا نيابة عنكم إضافة إلى مبلغكم؟ يعني هم بياخدوا من مرتبنا الشهري 5% وبيحطوا عليه 5%، يعني في 10%. بعد كده شركة التأمين نفسها تسمر المال بالربا، تضع لكم شيء آخر؟ لا، يعني 5% هو أصلا، يعني اللي أنا أعرفه إن ما فيش شركة تأمين في النص، هو مجرد بس إن هم بياخدوا كل شهر مننا زي مثلا بيحوشوا 5. ما هو إذا كان تحويش فقط، أنت تدفع 5 والشركة تفضلا منها تدفع لك 5، جاز لك أن تأخذ هذا وذاك. لكن إذا أنت تدفع 5 والشركة تدفع 5 وشركة التأمين تأخذها وتضعها في البنوك وتزود لك 5 أو 10، الزيادة غلط. يعني الفيصل هنا هل ده من الشركة ولا من شركة التأمين؟ الله يسلمك، أحسنت. تمام، شكرا جدا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. نعم. زادك الله علما شيخنا. وإياك. زادك الله علما ونفع بك. وإياك. ادعوا لي يا شيخنا أنا وأخ عبد الرحمن بالزوجة الصالحة. الله يرزقك زوجة صالحة يا رب والسامعين والسامعات. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يرزقك. شيخنا أنا كنت أريد منك طلب بس. تفضل. في ناس كتير في الأسئلة، مش شرط في لقاء الفتاوي، حتى في الخارج. بيتنطعوا في الأسئلة. صح، صحيح، لا يستسلمون للنصوص. صحيح، صدقت. بس كنت أريد من عندك محاضرة، يعني ربنا يقول في كتابه العزيز: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يعني العنوان يكون بإذن الله إن شاء الله. وأشكرك بعد شكري لله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا احمد ابن عصفور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. والله انا اتشرف بك يا شيخ مصطفى، واحب اني احبك في الله. والله احبك الله الذي احبتنا فيه. بارك الله فيك. الله يكرمك يا شيخ. والله انا لسه قارئ فتحه من 3 أو 4 أسابيع، وشفت خطبتك 3 مرات. طبعا هنخطب مثلا من اللبس بعديه 3 أو 4 شهور، انا عاوز اشوفها تاني، هل يجوز ولا لا يجوز؟ نسيتها يعني ولا ايه؟ نسيت شكلها؟ نسيت شكلها. ممكن تشوفها تاني.
ممكن اشوفها كم مره بعد اذنك يا شيخ. ما فيش اعداد، ما فيش نص باعداد فيها. ليس عندنا نص يبين عدد المرات التي يرى فيها الخاطب مخطوبته، إنما إذا رأيتها واستقرت في نفسك عادت، هي امرأة أجنبية ما زالت، فكثرة المراجعات لها أخشى أن تولد فسادا. تمام إن شاء الله، لو منك في الفتنة فيش أي مشكلة. أقول لك يعني، وأنت أنت شاب يكري فيك ما يجري في الرجال ولا لا؟ 27 سنة. طيب يعني قوي وهي في لا لا انا كل من بالناس والحمد لله. اي من بالناس يعني، من بالناس يعني من غير يقول ربا من الرجال، من بالناس وله شهوه تجري فيه، وهي فتاه في رعان شبابها عنفوان الشباب لها شهوه ايضا، فنخشى ان تتجاوز الحدود في الكلام بكثره اللقاءات، وخاصه اعقد وتزوج وتكلم كيف شئت معها. تكلم ماشي، بس لو برضو لو شفتها مش اي مشكله، مثلا كل شهر مثلا اشوفها مره مش اي مشكله. مش لا بالنسبه للمكالمات يا شيخ مصطفى، خليك محترم في المكالمات. خليك في الكلمات برضو محترم مؤدب، لانها امراه اجنبيه. تمام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله في نعم والله من الله، الحمد لله. أسألك عن صحة الحديث بس. اتفضل. قلت يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير. حديث حذيفة بن اليمان صحيح. تمام يا شيخ، لحد الأول إيه يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي إلى آخر الحديث. طيب. صحة الحديث إيه يا شيخ؟ صحيح في البخاري. طب يا شيخ ما معناه يا شيخ؟ مرحبا الشيخ أبي. معنى أن في خير ويأتي بعد الخير شر، وبعد الشر خير، وفي دخن دخن يعني فيه لبس مش واضح الوضوح الكافي، وفي يعني فتن وفي معاصي يعني، بس هذا المعنى إجمالا، تفصيلا له وقت آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى كيف أصنع يا رسول الله؟ أي اعتزل تلك الفرق، فرق اللي أنا أدركت ذلك. قال إيه؟ اعتزل تلك الفرق يعني مشان لا تدخل في فتنة، فتنة مسلم يحارب مسلم، لا تدخل في فتن، في دعاوى جاهلية لا تعرف لماذا يفعل الفعل فعله. بارك الله فيك. طيب يا شيخنا، هو تكمل الحديث ده مش عارف رواية ثانية ولا ايه؟ إن أدركت ذلك فقال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك. لا لا، حديث آخر ولفظة إن ضرب ظهرك أخذ مالك لا تثبت. لا تثبت معلولة هذه اللفظة. نعم نعم، فاسمع وقطع برضه معلولة. لا، اسمع وقطع في الخير ثابتة كالسمع والطاعة في المعروف. نعم نعم يا شيخ، لأن في أحاديث أخر، في أحاديث أخر في الباب. ما عندنا الأمر بالسمع والطاعة ما لم تؤمر بمعصية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني تنازعنا مع الحكام أو الأمراء في شيء نرد هذا الشيء إلى الله والرسول. نعم. بعد كده ما فيش تنازع، تطيع في المعروف، لأن الرسول قال إنما الطاعة في المعروف. نعم نعم، إنما الطاعة في المعروف، فاهم الكلام؟ هو هل صحيح والله اعلم ان الكلام على الحكام حرام؟ لا، مو كلام، لابد من تفصيل في هذه المساله، لان الرسول ايضا قال في حديثه الدين النصيحه، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. نعم. ولائمه المسلمين وعامتهم، فيجب ان ننصح لهم بالحكمه والموعظه الحسنه. ايضا في حديث حذيفه الذي يتناساه كثيرون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارات السفهاء. قال وما إمارات السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. ففي عدة أحاديث في الموضوع، عليكم بالسمع والطاعة، إن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة.
لكن السمع والطاعة في المعروف. يا شيخ يعني هل يجوز الكلام على كلامي للآخر بس. السمع والطاعة يكون فيه في المعروف. في المعروف. أمرك بمعروف أسمع وأطع. وجاء رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله بعض المسائل وثم قال له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا بكذا وكذا، فأنصت عبد الله بن عمرو وقال كلمة: أطيعه في طاعة الله وأعصيه إذا أمرك بمعصية الله. باختصار. نعم فهمت فهمت يا شيخ. يعني حكم التكلم عن مساوئهم في العامة وعلى الملأ. ما هو إذا أنت تتكلم في مساوئهم في فائدة من وراء هذا الكلام لا يجدي كلام لا يجدي ما يجدي خلاص. الذين هم عن اللغو معرضون. نعم نعم. الذين هم عن اللغو معرضون إذا كان كلام لا يجدي بما فائدته. نعم نعم يا شيخ. الله يبارك فيك يا شيخ. ها هو الأفضل الواحد يدعو لولي الأمر ولا يدعو عليه ولا كله وارد. إن رأيته إن رأيته يحتاج إلى دعاء وإلى توفيق ادعو الله له بالتوفيق وأن يسدده الله سبحانه وأن يصلحه ويصلح به. لكن رأيته ظالما جبارا في الأرض كالحجاج بن يوسف الثقفي مثلا، قتال للعلماء، قد يعني يهين أصحاب رسول الله، لا في الحال دي الله ما أخذه. نعم نعم. هو الرسول عليه السلام دعا أحيانا بالهداية لأقوام، اللهم اللهم أنجي، دعا بالهداية لأقوام كفار، اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك. نعم. قيل يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. نعم. اللهم اهدي دوسا وأتي بهم وهم كانوا كفارا. وأم هريرة سبت رسول الله، جاء الرسول قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. وأيضا موسى قال عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نعم. فتدعو إذا يحتاج الأمر إلى دعاء، وإذا تفشى الظلم وانتشر الظلم يجوز أن تدعو على الظالم أن يذهبه الله ويبعد عن الملأ. إذا حيث توجد فتنة ابتعد عن الفتنة، هاتي فتنة ابتعد عن الفتنة. فهمت كلامي؟ تمام. لا تثير فتنة في الناس، لا تثير فتنة في الناس أبدا. الله يبارك فيك. ربنا يسلم إن شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل سيدنا الحبيب. اتفضل. كيف حالك؟ حالي من فضل الله في خير، نتقلب في نعم الله. والله يا أخي الحمد لله، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. إحنا من طلبة العلم اللي بنتعلم منك سيدنا الشيخ مصطفى، الله يغفر لنا ولك وصلحنا وياك سمعين وسمعك. أريد أن أسألك عن هل يجوز الإفتاء بالقول في الطلاق المعلق على شرط أنه لا يشترط السؤال عن النية؟ يجوز، هذا قول. يعني يجوز سيدنا هذا؟ هذا قول وارد، هذا قول وارد للعلماء. أنت تعرف أصلا؟ أي نعم نعم، لأن أنا كنت بذكر وحضرتك الموضوع ده، فيعني القول ده ما كنتش منتبه ليه جيد. يعني هو أصل فيه عفوا أحيانا نبني على غالب الأحوال، يعني غالب أحوال المصريين نعم أنهم يعلقون الطلاق للتهديد. نعم. إن خرجت من البيت تكون طالق، هو لا يقصد الطلاق، هذا غالب حال المصريين. فإذا بنينا على الغالب لنا وجهة. بارك الله فيك يا فضل الشيخ مصطفى الجهدي، جزاك الله خير يا أخ ياسر عسل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا شيخ. شيخنا طلب بس يا ريت لو حضرتك تقول لعبد الرحمن العدوي يبص على رسالتي على الماسنجر، بعت له طلب كده يا ريت بس يبص عليها بس عايز حضرتك. ان شاء الله، وكان ان شاء الله باذنك يا رب. باذنك يا رب. اسمح لي الجمال. جزاك الله خير. حاضر حاضر. احمد جلال يا حسن، بلغ عبد الرحمن ذلك. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله انا بخير. الله يكرمك. طيب بصراحه حضرتك كنت عايز اسالك بالنسبه للصلوات الفائته. نعم. لو انا الصلوات الفائته. الصلوات الفائته. لو انا كنت في المسجد الحرام ففضل الصلاه في المسجد الحرام واستخدمت ميزه الصلاه في المسجد الحرام في قضاء الصلوات الفائته هل تبذر ولا لا تبذر؟ يعني انت فاتتك الصلوات وتريد تذهب للحرم تصلي صلاة واحدة بمئة ألف صلاة حتى تغطي صلاة الفائدة يعني ولا إيه؟ آه يعني لو افترضنا لا 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 يحصل هذا وإلا كانت الدنيا يعني لا 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 لا, لا. أخوكم يسأل أهل الإسلام نعم هي قيمة الفرض وليس في عدد المرات. طيب ماشي خلاص. لا أنا بسأل حضرتك أنا ما أنا أقول لك الآن لا يصلح لا يصلح أن تترك الصلاة سنة وتقول أنا تركت الصلاة آلاف المرات خلال السنة أصلي صلاة واحدة في الحرم تجزئ لا يصلح هذا. لا أنا بقصد إن أنا مثلا وأنا صغير مثلا ولا حاجة ربما تكون فاتتني. تعيد الصلوات تعيدها واحدة واحدة. طيب ماشي يا كسرى. الله يسلمك. شكرا محمود زكي أرشدت أخاك المستشار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك لا تتمارض. السلام عليكم ورحمة الله، سامعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حبيت نسألك يا شيخ في موضوع في زرع الأعضاء. هي. عندي ابني اتولد عنده إعاقة في الكبد. الله يعافيه من عنده. الحمد لله عمل يعني زرع والحمد لله تو معنا تلاباس في نعم الحمد لله رب العالمين. الله يعافيه تمام. هل يجوز ولا ما يجوز معناتها الزرع في يجوز ما لم يجوز؟ يعني كبده تالف ويريدون ان يأتونه بكبد نشط يعافى من أحافى كان ماح الناس جميعا ويبقى النظر إلى المتبرع إن كان هذا التبرع يضره لا إن كان لا يضره إلا شيئا يسيرا جاز. مرحبا يا شيخ وائل ابن محمد لكن ما أدري هذه الصورة التي تضعها لنفسك يا صورتي يا وائل أنا في هذه الصورة كده يعني مش صورة يعني ليست بالصورة الطيبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك شيخ إيهاب. تفضل يا حبيبي. كيفك شيخنا؟ الحمد لله طيب من فضل الله. والله من فضلك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان لي صديق مدرس وفي كتاب خارجي المفروض إن هو سعره غالي شوية يعني حوالي 320 جنيه. أيه. هو كان ياخد الكتاب ده ويطبعه بسعر التكلفه حوالي 60% للطلبه اللي بيديهم عشان يوفر عليهم من ثمن الكتاب. هل ده يجوز؟ بارك الله فيك. يعني هو يصور الكتاب الخارجي ولا ايه؟ ولا هو عامل كتاب؟ كتاب خارجي كتاب خارجي بس هو سعره من بره 320 جنيه. هو يصور عشان يوفر عليهم من ثمن الكتاب حوالي 40%. طب يصوره ليه؟ ما تخلي كل واحد يصور نفسه وهو يبتعد عن القصه. اللي يحب يصور يصور ما يصورش لا يصور لا يصور ولا يتحمل شيئا. طيب تمام. الله يسلمك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. بارك الله فيك يا شيخ وائل سلمك الله شيخ ويس منصور سلمك الله من السوء المكروه. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. لو تقرأتني رأي فضيلتكم فيما أثير حول الإمام النووي في الفترة الماضية. أنا ما أدري ما الذي أثير حول الإمام النووي في الفترة الماضية. حدث خلاف ومناظرة بين الشيخ حسن فتني والشيخ محمد بن شمس الدين. وقال الشيخ محمد بن شمس الدين أنه من المبتدعة لموافقته الأشاعرة والأشاعرة فرقة مبتدعة على هذا القياس. لا إذا سألتني بغض النظر عن هذه المناظرة فنحن نقول دائما الإنصاف مطلب. الإمام النووي غفر الله له وافق الأشاعرة في عدد من المسائل ليس في كل المسائل هذا الذي أقوله مختصرا ولذلك نحن ننصح
كتاب شرح مسلم للنووي نلفت النظر إلى أمرين لمن يريد القراءة في شرح النووي صحيح مسلم. نلفت النظر طبعا الكتاب شرحه لمسلم شرح طيب ومختصر ونافع في الفقهيات وبعض بيان مع الكلمات، لكن ننوه على أمرين: اتقاء الصفات، كلامه في الصفات كن على حذر منه، وفي التصوفات، في الصفات وفي التصوفات، وإلا فهو وافق الأشاعرة في مسائل وخالفهم في مسائل. اختصارا وافقهم في عدة مسائل وخالفهم في مسائل. بقول لك أنا وأنت تقرأ شرح مسلم للنووي، هذا الذي يعنيني الآن بغض النظر عن المناظرة التي دارت بين الأخوين ما أدري ما فيها، لكن أقول لك إذا قرأت في مسلم كن على حذر من كلامه في الصفات وفي التصوفات، في الصفات وفي التصوفات، كبعض أنواع التبرك، كبعض أنواع نعم. شكرا، جزاك الله خير. سلمى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. اتفضل. أخ يريد أن يتزوج بزوجة ثانية، وسأل أحد الإخوة فقال فدله على امرأة يعني ولكن لا تلد، هذا القول الذي قال له. هل يجوز السؤال، هل يجوز أن يتزوج بامرأة لا تلد عقيم؟ هو على حسب حاله، يعني الزواج بها جائز، لكن وصية رسول الله تزوج الودود الولود، لكن قد تكون هناك قرينة تحمله على الزواج بغير الولود لعلة خاصة، فهو أدرى بعلته الخاصة، لكن في التقييد العام نحرص على الزواج بالودود الولود لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم. الله يكرمك، بارك الله فيك يا سلمى الجبسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك شيخنا؟ حالي طيب والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. أنا اتصلت بحضرتك من يومين فانقطع الخط، فآسف يعني. اتفضل، ما سؤالك؟ جمعت يعني في كتاب الجامع الصغير كما قلت سابقا أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة. الأحاديث الضعيفة ذكرتها فنسيتها بالأحاديث الصحيحة. يعني أنت تقول عملك أنك عمدت إلى كتاب الجامع الصحيح، أو عفوا تقول إيه كتاب إيه؟ جبت يعني أتيت بحديث ضعيف، يعني أتيت بحديث ضعيفة وبشواهدها القوية. تمام، هذا شيء حسن، ما في مشكلة، بس ننظر. اذكر مثالا. أنا مولانا في حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. أيوة، هذا ضعيف جدا. عبد الله بن عمر، بل وحكم عليه بالوضع. تقول من زار قبري وجبت له شفاعتي، من ناحية الإسناد حديث تالف الإسناد جدا. ما الشاهد الصحيح الذي أتيت له به؟ الشاهد مولانا من زار قبري في المدينة، من زارني في المدينة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. ما في حديث كذا من فين هذا الحديث؟ أين هذا الحديث من زارني في المدينة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة؟ من أخرجه؟ أنس. من أخرجه ليس من صحابيه، في فارق بين من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث، البخاري، مسلم، أحمد. من أخرجه؟ أين هو؟ معك مولانا. أين هو الحديث الذي ذكرته؟ في أي كتاب هو؟ ثواني مولانا. أنا أنصحك ألا تخض غمار هذا العلم إلا إذا أتقنت تعلم الحديث. نصيحة لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا طيب، الحمد لله. بنحبك في الله. والله أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤالين بس مش هطول على حضرتك. مثل الأول، فما حكم
الحادث مثلا الاخرين في الايجابيات مش في السلبيات. ما يعني ايه عفوا ما حكم ماذا؟ بمدح شخص في غير وجوده بس بمدح مش بسوء. هل ده جائز ولا لا؟ تمدح شخصا في غيابه يعني اطراء زائد او بما يعني تعلم فيه من خير والعلة مش زائد يعني فيما يوافقه فعلا يعني هو بيعمل مثلا حاجات كويسة قدامي انصفه يعني في الكلام يعني ايه احيانا بيبقى فيه اشخاص مثلا بيسيئوا لشخص معين فانا برد غيبته وبذكر الايجابيات بتاعته. والله تشكر على هذا. طيب السؤال الثاني في واحد نصراني بيشكك المسلمين في دينهم فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لا عفوا لا تثير الشبه هنا لا تثير هنا شبه. انا عايز ارد عليه بس. لا ما ترد عليه بالهاتف الخاص ما نحب الشبه تثار على المسلمين من خلال صفحة. طب اسال بس على صحة الرواية اللي هو قالها. لا ما تسالنيش ايضا لا احب ان تنشر شيئا يسيء الى رسولنا وان رددنا عليه. لا هي رواية بس عن القرآن على الحديث. شوف يا أخي كلمنا على الخاص. لا نريد تشويشا على هذه الصفحة يا بشر قوي حفظك الله. ماشي يا عمرو دكتور عمرو حديث تالف الذي ذكره الأخ. ما قلت له ليس من أهل الحديث لم تكن عنده فكرة عن من أخرجه فمش هيقدر يكمل أبدا. نعم. السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ولله الحمد الحمد لله في نعم من الله. أحبك في الله. تسأل الله أن يعيننا وإياك على ذكر وشكر وحسن عبادتك ويعين السامعين. اللهم يعين السامعين العابدون الحامدون. عندي سؤال يا شيخ مصطفى. تفضل اسأل. حكم قول وقلت ربنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. والله يا أخي إن سألتني هل أثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول لم يؤثر هذا عن النبي فيما علمت. لكن عندنا ما هو أفضل؟ وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت. وعندنا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ثلاث فقرات عن رسول الله وفقرة زادها سفيان. نعم. قيل شماتة الأعداء. نعم. سؤال ثاني يا مولانا صراحة. سأل. هو بعد خص بزكاة المال وكده. اتفضل. دلوقتي أنا عايش مع والدتي والدي متوفي. وعايشين يعني لوحده وأخويا بيعمل في الخارج يعني. انا طالب في الجامعه واعمل في الاجازه. انا حاليا في الاجازه واعمل بجانب الايه بجانب الدراسه وكده. يعني انت قوي مكتسب. نعم ولكن يعني ليس اي عمل دائم مؤقت كده لحد ايه الدراسه مثلا. يعني انت تريد ان تاخذ زكاه مال اخيك منه؟ لا دلوقتي والدتي هي اللي بتنفق علي وعندها يعني كانت محوشه جزء من المال وبلغ النصاب وتريد ان تخرج علي الزكاه. لا تخرج لك انت حالتك قوي شاب وتستطيع الاكتساب. لا تخرج لي يعني. نعم شاب قوي وتستطيع الاكتساب. فانا اسال عن سؤال يعني انا اسال هل يجوز ان هي تخرج زكاة المال لايه يعني ايه؟ انا قلت لك لا تخرجها لك. لا 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 استطيع ان اخذ جزء من هذا الزكاة. خليك كده رجل محترم يا اخي. لا تاخذ زكاة المال انت لست من اهلها انت قوي مكتسب. ماشي يا مولانا بارك الله فيك يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. معلش عايز تفرج حاجة. دلوقتي احنا بنات بس ما عندناش اخ ولد تمام؟ والدتي اشترت لينا شقة في محافظة تانية غير محافظتنا يعني. طيب. سافر ليها. واحنا دفعنا معاها جزء في الشقة دي يعني انا واخواتي دفعنا معاها جزء. طيب. واصلا الشقة دي يعني اشترت بفلوس جزء من ورث والدي وجزء تاني من فلوسها هي يعني معاشها وكده. طيب. واحنا في الشقة دي بنجهزها انا واخواتي يعني كل واحدة فينا تدفع حاجة ونجيب جهاز ونجيب حاجة كده. طيب. فهل حرام لو اتكتبت باسمنا علما بان
في شقة لوالدتي باسمها وفي ورثها في شقة والدي. يعني انت تقولي رأس مال هذه الشقة جزء من ميراثي كنا من ابي كن. هي فلوس والدي كان يعني باع ارضه وسايبها مع امي. ايوه يعني جزء من الارث من ارث كنا من الاب. جزء من ميراثي كنا من الاب صح؟ اسمع الكلام. تمام. وجزء من كنا يا بنات. تمام. وجزء من امك. بالضبط. وامك لها شقة اخرى. وانت واخواتك تأتون باشياء ثلاجة غسالة اشياء مثل هذه وتضعونها في الشقة. بالضبط. امك دفعت السواد الاعظم للشقة ولا جزء منها؟ لا السواد الاعظم يعتبر. يعني دفع كم تقريبا في المية؟ يعني ممكن التلت مثلا او اكتر. التلت او اكتر. وعندها شقق اخرى. بالضبط. في شقة باسمها. عندها شقة اخرى. لا بأس في هذه الحال ان تتبرع الام بثلث قيمة الشقة لبناتها يعني في حياتها الدنيا. يعني لا ولا علينا. لا ان شاء الله. يعني وام ساعدت بناتها في شراء شقة. ساعدت بناتها بثلث ثمن الشقة. شقة بمئة ألف دفعت الأم أربعين ألف لبناتها. وهي حية وعندها شقة أخرى خاصة بها لا مانع. شكرا جدا لحضرتك. الله يبارك فيك. حفظك الله يا حمودة ابن يحيى. السلام عليكم. السلام عليكم كيف الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ممكن أسأل سؤال؟ ممكن إن شاء الله. هي ايه الارض يا شيخ اللي لا يدخلها المسيح الدجال؟ ها؟ الارض التي لا يدخلها المسيح الدجال. مكة والمدينة. مكة والمدينة. شكرا يا شيخ. طب يا شيخ معلش سؤال كمان. لو سؤال اخر مش كمان. كمان ايه ما معنى كمان؟ سؤال اخر يا شيخ. ماشي. تفضل يا حبيبي. لو واحد مثلا نذر وقال مثلا لو ابني نجح انا هذبح خروف ب 5000 جنيه وحدد كده يعني. أيه. لما ابنه نجح مفيش مثلا خروف ب 5000 جنيه والموضوع غالي يعني هو ما عندوش استطاعه انه يكتر فيعمل ايه؟ ها؟ لو هو ما عندوش استطاعه انه يحط فلوس كمان يعني عشان يجيب الخروف وهو في خروف ب 5000 جنيه في خروف صغير ويربيه مثلا يجيب خروف ب 5000 جنيه ويذبحه مفيش مانع من ذبح الصغير. ايوه طيب يا شيخ مثلا لو مؤسسه خيريه مثلا ربط احنا نشترك معاك نزود عليك فلوس ونعمل عادي ولا هو لا حاجة الواحدة. اللي هو نظر واحدة ما ينفعش يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب ولله الحمد. عليك السلام. حبك الله. عبد الله بن مصطفى الدياستي. سلم على الوالد. حبك الله ولد احببتنا فيه. يعني دلوقتي مهندس صوت بس بيشغل عفوا معروف يعني عفوا مهندس صوت ده السؤال. انا بقول لك انا مهندس صوت. مهندس صوت فمش شغال مش معروف يعني فكنت بوزع اغاني وكده واعتزلت الشغلانه فبعمل شروحات على اليوتيوب بعمل شروحات على القران الكريم يعني والاناشيد الاسلاميه. طيب ففي ناس بتطلب مني ان انا اعلمها عشان تعمل اغاني تسجل اغاني وكده وفي برامج عندي اللي بتنشئ الحاجات دي. يعني اسالك سؤالا واحد قال لك علمه كيف يفسق تعلمه؟ لا طبعا. خلاص الله يحفظك. اقسم بالله لو علمته انت واضح وانت اللي اجابت نفسك. واحد قال لك تعالى علمنا تعالى علمه الفسق تعلمه؟ لا طبعا. لا الله يكرمك. اسف قطعت. محمد سيد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ. اتفضل. لو عايز اشتري سلعه بالتقسيط يا شيخ من متجر الكتروني. نعم. لو عايز اشتري سلعه بالتقسيط من متجر الكتروني واللي هيسد القيمه بتاعت السلعه دي شركه يعني هتسدها وانا هقبض لها فايده 2.5%. لا يجوز ربا. جزاكم الله. الله يكرمك. الله يعافيك دكتور حمدي الليثي حمدي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. انا بحبك بالله يا شيخ، ربنا يحفظكم ويحفظك ربي. مساله بسيطه يا شيخ. تفضل. انا معلم قران منتمي لجمعيه. الجمعيه دي في مجمع كبير بيعطي رواتب لهذه الجمعيات. خلاص، يعني انا في حلقه والحلقه دي بياتيها الرواتب منين؟ من جمعيه كبيره جدا في المملكه يا شيخ، لكني ما بروحش الحلقه دي اديلي شهر ثم انزل الراتب. نزل الراتب على ايه؟ على الصراف. فالجمعيه اللي انا منتمي ليها، الحلقه اللي انا منتمي ليها، قالت لي لا هات الراتب عشان نوزعه على ايه؟ على بعض المعلمين عندهم نقص. طيب رواتب يعني. طيب فهمت ازاي؟ فالراتب مش نازل من عندهم، نازل من المجمع الكبير اللي هو بيوزع على الحلقات. هل تستطيع رده الى المجمع الكبير؟ نعم. رده المجمع الكبير. حاضر، يعني ما ادلوش للحلقه اللي انا شغال فيها. مش هو كده. عفوا، هل هذه الحلقه القائمون عليها اتوا ببديل لك يدرس مكانك؟ لا، هو حتى لو اتى ببديل بيسجل له برقم الهويه او الاقامه بتاعته وبينزل له الراتب برضه. اذا كان كده برد رد للاصل الذي ارسل لك المال. طيب اسمع حجه الحلقه. نعم. حجه الحلقه بتقول لي اديني الراتب وانا هوزعه لبعض المعلمين اللي عندهم نواقص، يعني مثلا. لا عفوا، مالكش دخل انت، لا تتوه نفسك في متاهه شيء. إذا كانت هذه الإدارة في حال تغيبك توظف آخرين ولا تجد لهم راتبا، فسنقول في الحالة هذه خذ، يأخذون راتبك ويوزعون على الذي أتى مكانك. لكن أيوة. أنت تقول الذي سيأتي مكاني أيضا سيأخذ مالا بناء على الإقامة، فقل لك رد المبلغ لأصحابه الأصليين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. اسالك الدعاء لي، اعمل عمليه. حسن يقول بس توقف بعد. الو. نعم. يا شيخ مصطفى اطلب منك الدعاء. الله يعافيك من عنده يا رب. واطلب منك تدعي لاولادي يتم حفظ القرآن الكريم. يا رب يا رب يا زي رب. زي حضرتك يا رب ان شاء الله يا رب. الله يحفظهم لك يا رب يبارك فيهم. وتدعي لزوجي بالصلاح كده ويرزق ربنا برزقنا ان شاء الله يا رب. يوسع علينا وعليكم. الله يطول لنا في عمرك يا رب، يبارك لنا في عمرك يا رب. صحتك. السلام عليكم. يا بس توقف يا حسن. شغال؟ والأيمن بن فتح يقول بس تقطع، لماذا؟ هو غيره. السلام عليكم. استجابة خديجة تقول كده. السلام عليكم. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت، أنا مثلا لو في مكان تاني وما كانش معايا فلوس، كنت محتاج فلوس، فكلمت واحد بتاع فوري قلت له حول لي على فودافون كاش ولا هياخد الفلوس مع زيادة على زيادة قيمة التحويل المعهودة ولا لا؟ بياخد زيادة 5 جنيه على، بس هي الفلوس اللي واخدها دي مقابل الخدمة. أيوة، يعني يعني هو أجرة التحويل ثابتة أو يزيدونها؟ هو على حسب، يعني مثلا وليكن 1000 جنيه على 5 جنيه مثلا. طيب بيزود عليها نتيجة التأخير؟ نتيجة التحويل، يعني مثلا هو نتيجة التحويل خلاص متفقين عليها، يجوز أن يأخذ الشخص مبلغا من المال نتيجة التحويل، لكن في حال ما إذا كنت ستسدد متأخرا هيزود على هذا المال أم لا؟ ما هو أنا هسدد بعد ما أرجع، بعد ما قبله بقى هديله الألف جنيه مثلا ومعاه الخمسة جنيه زيادة بتاعت. أيوه، يعني مش هيزود على الخمسة. لا مش هيزود على الخمسة، هي نفس الخمسة. لا بأس، خلاص. شوف، بارك الله فيك يا فهر البحث العلمي. أظن فهر الشيخ جهاد ولا غيره. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. معلش يا شيخ، كان في بس سؤال صغير. انا كان وزني زايد من فتره، يعني كنت بلعب رياضه كده وريحت مره واحده فوزني
شفت عند الدكتور قال لي انت لازم تمشي على نظام اكل معين والرياضه وكلام من ده. فانا انا عرفت اهلي بالموضوع ده فهم بيقولوا لا انت كل زينا عادي احنا بناكل زيك اهو ما بيحصلناش حاجه. وانا خايف الموضوع انا عندي دهون على الكبد فخايف الموضوع يتطور مني يعني. فانا قلت له يعني كدبت عليهم قلت له انا عندي امراض في القلب وكده لو ما خسيتش والموضوع هيتطور. هل ده في حاجه يعني؟ الكذب في حاجات طبعا يعني. الان الان انت تتدرب تدريبات معينه تحتاج اكل معين عشان نظام اكل يعني غذاء عشان اخس يعني والدهون على الكبد دي تروح والامراض دي. وهم فقراء اهلك مش على كده هم مش القصه. هو الاكل بسيط الاكل مش مكلف ولكن هم يعني هو اكل صحي فهم يعني بيقول لك لا انت بتاكل زينا عادي ما ده كلام مش يعني مش مقتنعين بالكلام بيقول لك لا ده الكلام عادي احنا بناكل زيك اهو ما احتلناش حاجه. لا كلام الطبيب اوكد ما دام ما فيش غرامات عليهم اتبع كلام الطبيب يعني. طب انا كبرت الموضوع قلت لهم ده انا عندي مشاكل بحيث ان هم يهتموا اكتر ويحاولوا يحسنوا مثلا الاكل المطلوب او كده. ما استطيع ان اجوز لك الكذب في هذا المقام. ماشي بارك الله فيك. عبد الواحد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله شيخنا. وحياك وبارك فيك. شيخنا ما رايكم في من يضرب الاطفال في تعليم القران ضربا غير مبرح؟ والله الاولى اتقاء ذلك. الاولى ماذا؟ اتقاء ذلك. الا الطفل المشاغب المفسد. لكن طالب قصر لضعف فهمه لا يضرب. سلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك يا ربنا من الحول بعد الكور يا رب العالمين.
اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل يا ربنا أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم أخلص أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين وأسكننا الفردوس يا كريم يا منان. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.